سيشن مودريتورز دكتورة عبادة. تفضل دكتور محمد، تفضل. اهلا وسهلا، تفضل حضرتك. صباح الخير دكتور عبيد. تفضل. تفضل دكتور شريف. ما ينفعش اجي اتصور معاكم انا ثلاثه، يلا مش اتفضل. انا مش اتفضل. الرفاعي، دكتور رفاعي الرفاعي. يلا مش اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Now we will proceed to our next session about the small bowel. طبعا بشرف بتواجدي في هذه الجلسة وبيصاحبني كمودريتور أخي وحبيبي دكتور محمد عامر. هنسعد أن يكون معنا كتشير بيرسونز متواجدين دكتور محمد الرفاعي معهد تيودور بالهرس، دكتور محمد حجازي جامعة المنوفية طبعا، ومؤسسي الجيفتس الأستاذ دكتور وائل عارف والأستاذ دكتور محمد نجيب ويفي كتشير بيرسونز، ودكتور محمد عامر برضه هيقدم بقى للنكست سبيكر إن شاء الله. اتفضل دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. طبعا يعني جلسة سمول باول، احنا كجاسترو كامبس احنا يعني بنتكلم على الدايركشنز بتاعت السمول باول، فاخترنا بعض التوبكس كده ان شاء الله تكون مفيدة في الجلسة ان شاء الله. دكتور وائل بقى والدكتور حجازي نقدم الفيرست سبيكر. والدكتور شريف فين؟ انت ممكن ناخد كرسي هنا كمان لو ينفع، وكرسي ليا بقى لو تفضل يا دكتور وائل. First speaker دكتور وسام مصطفى، هتكلمنا على الـ Advanced Radiological Interventions in Small Bowel Disease Diagnosis and Management. دكتور وسام طبعا واحد من الناس الايمننت فيجرز في الراديولوجي وصديق العزيز يعني ما في معهد الكبد في القاهره. اتفضل يا دكتور وسام. اتفضل. السلام عليكم جميعا. طبعا انا بشكر حضراتكم جميعا، بشكر الجيفس بانهم انفايتنج مي يعني للسيشن دي، دكتور محمد عامر، دكتور وائل عارف، دكتور نجيب، اصدقائي يعني من فتره زمنيه سابقه في الالترا ساوند كورسز. يعني احنا طبعا كان دكتور عامر يعني طلب مني نعمل حاجه زي يعني ليكتشر بسيطه كده جنرال للدياجنوستيك والانترفنشن راديولوجي في السمول باول. يعني انا بحاول بيها ان انا يعني ان بريف كده ناخد الدياجنوز والموداليتيز بتاعه الدياجنوز للسمول باول ديزيز اللي ممكن نعمل فيها انترفنشن بروسيدجرز. الانترودكشن بتاعنا، احنا الدياجنوستيك راديولوجي ممكن طبعا يفيدنا في حاجات كتيره جدا في الدياجنوزز بتاع البرايمري دياجنوز للانفلاماتوري باول ديزيز، من الجرونز طبعا وال الديتكشن بالسمول باول بليدنج ان كان اكيوت اور اوبسكيور بليدنج. ممكن بن ايدنتيفاي النيوبلازم من ماسز البوليب للكارسينويد اور جيستس، الباول اوبستراكشنز لو كان السبب نيوبلازم اور اديجنز، وطبعا في الميزنتريك اسكيميا. الانترفنشن راديولوجي في سمول باول مش لوحده طبعا، هو لازم يبقى كومبايند مع الاندوسكوبي، لان الاندوسكوبي بلاي رولز قويه جدا في الانترفنشن راديولوجي بتاع السمول باول. نبدا بالدياجنوزز، ايه اللي ممكن كبروسيدور تفيدنا في الدياجنوز بتاع سمول باول ديز؟ اول حاجه طبعا الباول التراساوند، الفلوروسكوبي ستادي، عندنا سي تي انتروجرافي واللي ممكن نعمل معاه السي تي انجيوجرافي، في الام ار انتروجرافي، الايزوتوبيك سكاننج في حالات البليدنج، والدايجنوستيك انجيوجرافي، وفاينالي في اللي هو الـ او النيو موداليتيز اللي هي الكومبينيشن بين البيت سي تي او البيت ام ار اي مع الانتروجرافي الباول التراساوند. طبعا ده من التكنيكس الفاست والان اكسبنسيف والوايد يوزد ناو.
بنستخدم كل البروس فيه كونفكس ولينير والترانس فاجينال. الاكزامينشن ان بريف كده، احنا طبعا لازم اللوكيشن بتاعنا عارفين ان احنا السمول باول في السنتر اكتر من البريفري. اللي عندنا الفايف لايرز طبعا بتاعه اليومن بتاعنا، السنتر بتاعها السامي كوزا بيبقى ايكوجينيك، الاوتر لاير زي ما احنا يعني بيبقى السوبرفيشال ميكوزا، ده اللي بيبقى الوايت او الايكوجينيك، وبعديه البلاك اللي هو الديب ميكوزا. السوبر الماسكولوزا بتبقى الماسكولاريس بروبريا بتبقى بلاك، واخر حاجه السيروزا بتبقى وايت. بيفيدنا برضو في ان احنا ممكن بيبقى بالاكزامينشن بتاع الالتراساوند ان احنا نقدر نشوف الكومبريسبيلتي بتاعتنا، نقدر نشوف الموتيليتي، نقدر نكزامن الفاسكولاريتي بتاعت اليومن بالدوبلر اكزامينشن. ده شكل للتي اس سكان والال اس سكان للنورمال. مش عارف ده النورمال اليومن وده الانفليمد في التي اس، والال اس ده النورمال يومن وده الانفليمد في ال اس، بيبقى السايز بتاعنا السايز بتاع اليومن طبعا باين السكنس وباين الانفليمد ميكوزا. الفلوروسكوب ستادي اللي هي مينلي السمول باول فولو ثرو، ودي طبعا احنا عندنا ممكن نستخدم الجاستروجرافين او الباريوم زي ما احنا عارفين. البيشنت في التكنيك ده بياخد يعني من 1 ل 2 كابس اوف ذا كونتراست، بندي له فلوروسكوبي افتر 52 30 مينت، ريزن ري ايفالويت بعد ما ناخد له مالتيبل بوزيشنز. ده الشكل بتاع الباريوم طبعا من الفحوصات القديمه بس المهمه جدا عندنا في الراديولوجي او في طبعا في كل يعني الاكزامينشن بتاع السمول باول. بن ايفالويت جنرال اوبستراكشن ستريكشرز الماسز الدايفرتيكولي، بس هو فيه طبعا ان هو المشكله بتاعته ان هو ممكن يمس الستريكشرز السمول او الماسز السمول. الفحص الجديد بتاعنا سي تي انتروجرافي، التكنيك ببساطه جديده هو احنا بنستخدم حاجه نيوتريال كده كونتراست اسمه مانيتول، بيعتمد على الديستنشن للباول. مهم قوي ان احنا الدايمتر بتاع الباول يوصل 2 سم في الديستنشن بتاعنا. بعد كده بندي اي في كونتراست اكوردنج للويت بتاع البيشنت، بناخد فيزز ان انهانسد ارتيريال، بعد كده الانتريك فيز اهم فيز عشان الميكوزا، واخر حاجه البورتو فينوس فيز. الانتيروكاليسيس بنستخدمه بنزو جيجنال تيوب، ده الشكل بتاع الديسنتد ليومن او الديسنتد سمول باول في الكرونال والاكزيال. في شويه كده طبعا يعني ابريفيشنز دي عندنا في المانجمنت او في الدياجنوز بتاعه الديزيز بتاعه السمول باول. في انهانسمنت باترن معينه بيبقى في الشكل التارجت، وفي الهوموجينس انهانسمنت، وفي الهيتروجينس، وفي دايمنشن انهانسمنت. الاشكال دي بتفيدنا ان احنا بندياجنوز او بتجايد اس للدياجنوز بتاع التايبس اوف ديزيز. الوول سيكنس مهم، يعني اكتر من 3 سنتي 3 مللي بنبدا نتكلم على ان احنا ان في عندنا يعني بروبلم في السمول باول. الديجري اوف سيكنس مايلد ومودريت سيفير، السيمتري بتاعتنا طبعا اللينث اوف انفولفمنت، هل هو سيجمنتال فوكال ولا ديفيوز، لوكيشن اوف ذا ليجن انسايد ذا باول كورس، واللوكيشن اوف ذا ليجن انسايد ذا وول في الميكوزا ولا في الساميكوزا ولا سيروزا. كل ده جايدنج او بنسميه باترن ابروتش عشان نعرف بيه الديزيز. يعني اكزامبلز ده الشكل التارجت طبعا انهانسمنت، يعني الحاجات راديولوجيكال قوي بس يعني دي من الحاجات اللي بتجايدنج اس مع الاندوسكوبي. طبعا ده بيبقى اكتر مع الجرونز او الانفلاماتوري باول، ده الشكل بتاع الهيموجينس انهانسمنت مع الليمفومز. ده الشكل بتاع الكومبليكيتد جرونز لما بيبقى فيه هيتروجينس انهانسمنت في ابسس فورميشنز. ده الدايمنش او الهايبو انهانسمنت، وده شكل السكنينج في السي تي. الام ار انتروجرافي فاست هو نفس الفكره بتاعت الانتروجرافي، بس طبعا ده فايدته ان الراديشن فري، بيقل طبعا الريسك بتاع الراديشن على البيشنت، وبيبقى موست يعني ادفانسد ان سوفت تيشو كاركترايزيشن بتاع الاورجانز وبتاع السوفت تيشو اراوند، وبيبتر فيجواليزيشن لللايرز بتاعت السمول باول. كان الشكل بتاع الام ار يعني قبل كده الى حد ما مش اديكويت للدايجنوزز، بعد كده بدات
الاجهزه الجديده ال 1 ونص تسلا 1 ونص تسلا و 3 تسلا تجيب شكل ادق. بعد كده بدا ال 3 دي لاكزامينشن للسمول باول بدقه اكتر. من الحاجات اللي يعني من السي تي انتروجرافي نقدر نشتغل بيها ونبص على البليدنج في حالات الاكيوت والاوبسكيور بليدنج، ان احنا ممكن ناخد الارتيريا فيز كجايد لينا، ان احنا نقدر نبص على عيان مثلا عنده زي ما احنا شايفين كده سميرنج للكونتراست او اكسترافازيشن زي الحالات دي، او مثلا يكون عنده اوريدي ديزيزد ارتريز فيبقى كان سببه بليدنج طبعا، وده من دايجنوزز للحالات السمول باول بليدنج. طبعا من الراديو نوكلايد سكاننج الليبلد ار بي سيز من الفحوصات المهمه طبعا في حالات السمول باولز، يعني هناخدها فاست كده، ده الشكل بتاعنا بتاع لو احنا عندنا مثلا ستاجنيشن للبلاد اوتسايد النورمال هيومن، وبتتاخد طبعا على كذا فيز، ان احنا بنحقن تكنيشن 99 انتو ذا فينز، وبنعمل له سكاننج افري 3 سكند فور فيرست مينت، بعد كده بنعملها بعد 45 مينت فور نيكست 45 مينتس، وفاينالي بنعمل له من 15 ل 60 مينت، بياخد 1 اور اكزامينيشن. الانجيوغرافي، الانجيوغرافي مهم طبعا بان هو بيحتاج يعني دايركت فيجواليزيشن للبليدر او وات ايفر لكوز اوف بليدنج عن طريق الراديال او الفيمورال ابروتش، بنحدد البليدر هل هو في الميزنتريك كوز اور جاستريك كوز، وبنماب كل الارتيريال تري، وبنقدر نحدد هل هو انيوريزم هل هو اي في ام او ما شابه. ده الشكل بتاعنا في الانجيوغرافي، لو احنا بنحقن مثلا بدانا بنحقن مثلا ميزنتريك انجيو بيبدا فيه ستاجنيشن، الستاجنيشن ده بيخش على اليومن بتاع الباول وبيبدا يسمير الباول كلها، بيكونفيرم ان احنا عندنا سميرنج للباول من الانجيوغرافي، وده دليل ان احنا عندنا بليدر هنا. من الحاجات طبعا البلاجنوز زي ما قلنا الاي في ام او الانجيو ديسبليزيا، ممكن تيجي ك يعني اكسيدنتال فايندنج او ان البيشنت يبقى نون ان هو عنده سيندرومز. ده شكل الاي في ام في السمول باول، دي اشكال مختلفه زي ما احنا شايفين ابنورمال فاسكولاريتي او تيلانجكتيزياس في النورمال فاسكولاريتي بتاعت الانجيوغرافي. اخر حاجه دي يعني النيو تكنيكس او اللي هي الكومباينيشن بين السي تي والانتروجرافي والبيس سي تي. من الحاجات المهمه ان احنا كتير قوي ان العيان بعد الاندوسكوبي بعد الباول الترا ساوند بعد السي تي انتروجرافي كل ده بيبقى نيجاتيف، بنبدا نفكر انه عنده حاجه، عنده اكتف وات ايفر نيو بلازم ولا سمول باول يعني اكتيفيتيز. الباريوم او الاورال كونتراست ما بيبينش حاجه عندنا في الشتكنينج، بس بيبدا فيه زي كده هوت سبوت زي ما احنا شايفينها اراوند كل الميكوزا. طبعا يعني الفحص ده مش يعني هو مش ايديال للانفلاماتوري بقى فقط، هو طبعا بيديبيت بيننا وبين النيوبلازم، بس بيبقى انديكيتد ان احنا عندنا في مشكله. زي ما احنا شايفين هنا مثلا السي تي ما فيهوش اي حاجه، بدا يبقى فيه هوت سبوت في حتت معينه تدل لنا ان احنا في اكتف عندنا دي ديزيز هنا. ده طبعا بعد ما يبقى في عندي نيجاتيف ستادز في كل البروسيدجرز اللي فاتت. الانترفنشنز اللي احنا ممكن نتعامل بيها في السمول باول البريكوتينيوس من الاسبريشنز اللي هي البريكوتينيوس بايوبسي او درينج الابسس او كوليكشنز. الحاجات بقى الادفانسد شويه هي الامبولايزيشن في البليدنج الاكيوت اور اوبسكيور جي اي تي بليدنج، او طبعا التريتمنت بتاع الميزنتريك اسكيميا من ثرومبوليسيس لثرومبكتومي او بالونينج امسنت. الامبولايزيشن يعني الايم بتاعنا ان احنا بنكنترول او بنبروفايد الابنورمال بليدنج للتيومورال فيسلز، او بنكلوز السبلاي للتيومر، ممكن بنبلوك الابنورمال فاسكولار اي في مالفورميشن، ممكن نتريت للانيوريزم او السودو انيوريزم. المسارير اللي احنا بنستخدمها في الامبولايزيشن ممكن تبقى انجكتابل زي الثانول فاسوبريسن، ليكويد زي الجيل فوم او الجلو، في الميكانيكال الكويلز والمايكرو كويلز.
ده شكل للاي في ام عنيفه، في واخده كل الميزنتريك فاسكوليتشر، وده البوست امبولايزيشن بعد ما استخدمنا بارتكلز. دي حاله دقيقتين. خلاص خلصنا. هو بعد يعني الانيوريزم فيه طبعا الترو والسودو انيوريزم. التريتمنت على الفاسكولار انيوريزم ده بيبقى بالكويلز زي ما احنا شايفين، ده البري وده البوست. الاياتروجينيك زي مثلا البوست مثلا سيرجيكال او البوست ترانسبلانتيشن، ده الجي دي اي انجري، وزي ما احنا شايفين السميرنج لحد الباول ده بيبين لنا الفريش بليدنج. ده الامبولايزيشن البوست للجاسترودودينال ارتري. الميزنتريك اسكيميا يعني فاست كده، احنا ممكن نعملها طبعا بالونينج لو في عندنا ثرومبس او في امبوليزم، وممكن طبعا نعمل كومبينيشن بين البالونينج والستنتنج. تيك هوم مسج، طبعا احنا مهم بالنسبه لنا المالتي ديسيبلينري تيم من الجاسترولوجيست والراديولوجيست والسيرجنت والاونكولوجيست والباثولوجيست. ثانك يو. شكرا دكتور وسام على المحاضره الجميله دي، ويعني للاسف احنا وير شورت اوف تايم، مش هنسمح باي كويشنز. هايك ممكن تفضل معانا، ولو في اي اسئله ممكن نوجهها لدكتور وسام دايركتلي. نكست سبيكر.